نغذي ارواحنا بايات القران الكريم التي قال الله فيها ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ومن دار مناسبات الجامع الكبير في قريه سيوه نحيي هذا الحفل الكريم بايات مبينات ومع فضيله القارئ الشيخ محمد هاشم عبد العزيز. Thank you.
الله يفتح عليك يا مولاي. الله يكرمك يا شيخ. Oh!
Oh.
عليك. Thank you.